من حسن حظ حسان أنك أخذت الخط مني، لأنه الثلاثي مجيد بقرة وعنتر يحيى ومغني حضروا لي فخ وأنقذتني منه لأنك أخذت الخط. المهم سنعود إلى المدرب الوطني رابح سعدان الذي التحق بنا، نشكره بطبيعة الحال لأنه لم يصعد حتى إلى الغرفة، جاءنا مباشرة من الملعب. سنبدأه من مراد مغني أيضا لأنه بكى في الندوة الصحفية، لم نراه متأثرا بتلك الطريقة في الهامش في هوامش هذا التربص، قال لنا حاولت إخفاء دموعي لكني لم أتمكن. سي رابح سعدان دموعك اليوم أثرت فينا كثير. واحد يقول الحمد لله، لأن حقيقة أنا نعتبر باللي كل لاعبين ولادي وخاصة مراد مغني يعني من أحسن لاعبين اللي موجودين في المنتخب من ناحية الأخلاق ولا من ناحية ولا من ناحية التكتيكية، يعني من أفضل لاعبين، وأكيد عملنا اللي علينا كل خاصة الطقم الطبي من كأس أفريقيا، ولكن في آخر مطاف طمعنا حتى في هذا ال 15 أيام الأخيرة، ولكن البارح خذينا قرار معاه باللي لازم يدير عملية، وأكيد أنا البارح ما حسيتهاش ولكن اليوم حسيتها الصباح، ونتمنى له إن شاء الله يرجع لإمكانياته ويدير عملية إن شاء الله إن شاء الله ناجحة ويرجع، لأنه هو فنان في الميدان وعقليا يعني حتى من ناحية التربية يعني ولد يعني نظيف جدا. شيخ أنت أول من تحدث مع اللاعب وأنت أول من أعلمه بالقرار، كيفاش عشت هذه اللحظة الصعبة والقاسية جدا؟ والله الحقيقة لما واحد مسؤول ما كانش عندي شعور كثيرة، يعني كانت عندي مسؤولية، حسيت من يعني مسؤولية، وكثير ما بغاوش ما قدروش يوصلوا له. انا قلت لهم خلاص امشيوا معايا درك للبيت، مشيت انا والطبيب وهو كان معايا في الصباح على الساعه 11 صباحا، و يعني قنعته حقيقه بكلام وبمستقبله، لان القرار موش سهل. قلت له شوف معايا يعني شوف معايا يعني شيء دوك. شوف البارح ما حسيتش بها ولكن اليوم راني حس بها. البارح تحملت مسؤولية ووصلت بلغت الرسالة وأقطعنا حقيقة، ولكن لما تلعب يعني من العناصر خاصة الأساسية تاع المنتخب بيغادر، أنا عندي شعور وأنا قريب منهم كثير، هذا كل نعتبرهم أولادي، ولكن هذا هو القرار يعني وحدي اللي يعطينا الله نتقبلوه، ومسير المنتخب نظن مازال بعيد، وان شاء الله نفرحوا الجزائر بالمجموعه والشباب اللي زادوا ساندوا المنتخب الجزائري، واكيد باللي الجزائر عندها كثير من اولادنا يعني عندهم امكانيات كبيره، وخاصه الجوع اللي رانا نعيشوا فيه ممتاز جدا، وان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله. كريم طبعا دموعك غاليه سي رابح سعدان، ستبقى معنا حسن لدينا كلام اخر مع المدرب الوطني رابح سعدان، لكن افضل ان يسترجع نوعا ما انفاسه وبعدها نعود ان امكن طبعا حسن. وهو كذلك كريم